بس بيني وبينك انت كده يعني مين اللي كان فعلا يخوف برغم التوجيه بانه ما تخافوش وما تقلقوش بس اكيد برضو في منافسين اقوياء وانتوا بطبيعه الحال اكيد برضو بتتابعوا وانتوا داخلين اي بطوله عارفين مين الاسماء الاتقل اللي هتتنافسوا معاه كان في من بولندا ناس من بره مصر دي بتدينا هيبه اكتر وبرضو بننافس بره مصر وجوه مصر فدي كانت منافسه اشد من اي بطوله يعني وانت من زاويتك انت عشان بقى شفت الحكايه دي ازاي يعني هي دايما بتبقى المنافسه الاصعب اللي هي من الدول اللي بره يعني لان احنا هنا بنبقى عارفين مستوى بعض وكله عارف مستوى التاني وفي البطولات بنبقى مع بعض وكده فاحنا عارفين مستوى بعض لكن المنافسه كانت من بتاعه دول بره زي الهند وبولندا كانوا يعني داخلين في المنافسه في الثمانيه الاوائل فكانت المنافسه صعبه يعني مع الدول طب احنا فين منهم يعني واضح كده من كلامك ان الاوروبيين بصفه خاصه وبرده الهند والدول اللي انت ذكرتيها دول ناس اقوياء يعني هل فارقين عننا كتير ولا احنا برضو مستوانا مستوى اللعيبه بتوعنا قريب منهم لا احنا مستوانا قريب بس لو نواظب على التمرين بشكل صح مع الامتحان يعني مع الدراسه يعني نعرف ننظم اليوم او الترتيب بتاع البطولات مثلا او ترتيب التمرين ازاي او التمرينه نفسها ننظمها ازاي لا مستوانا مش بعيد خالص.